اللجوء هو أن يعبر الأشخاص حدوداً دولية نتيجة لتعرضهم للاضطهاد أو سقطوا ضحية للاضطهاد فيفقدون الشعور بالأمن والأمان فيتجهون إلى خارج بلادهم. طبعاً هذا المفهوم الآن ينطبق على 3 ملايين سوري، 2.5 مليون مسجلين لدى الأمم المتحدة، ولكن هناك 600,000 ليس لديهم أي سجلات، ينتشرون طبعاً بكل تأكيد في دول الجوار السوري، نتحدث عن تركيا، لبنان، الأردن، العراق، مصر ودول أخرى أيضاً، ولكن بأرقام أقل. نحن اليوم في مخيم الزعتري 100,000 لاجئ سوري يتواجد هنا، نصفهم من النساء، وإذا ما تحدثنا عن من تقل أعمارهم عن 18 عاماً فهم من الأطفال. في هذه الحلقة الخاصة من الزعتري سنسلط الضوء على واقع اللاجئين السوريين بعد مرور 3 سنوات على بدء الحرب. للمعاناة الإنسانية وجوه كثيرة، كلها موجودة هنا في مخيم الزعتري. داخل مجلد اللجوء السوري تجد عدة فصول من المآسي التي تخطها الحرب بلا هوادة، من المرض إلى الفقر، ومن العزلة إلى تفكك النسيج الاجتماعي، ومن إصابات الحرب إلى حرمان جيل ناشئ كامل من التعليم سلاحه الوحيد لمواجهة مستقبل ضبابي. ولعل في الزعتري ما يوثق تفاقم الأزمة السورية، عدد اللاجئين هنا زاد على 100,000 لاجئ ويزداد يوميا بالعشرات وأحيانا بالمئات، أرقام هائلة لحرب حديثة. وحجم الدعم المتوفر لهؤلاء الذين فقدوا كل ما يملكون يسجل كسوراً مما يحتاجون. كثير طاحت خصوصاً هالقناه، يعني كل مي في الشارع نازله. صار على هاي القنوات مين عملها؟ احنا عشان ما نروح على الخيم وفات. وليش وكرفان الان ما استلمت كرفان؟ سنة ونص. نفس حاله الاخوان قبل تقريبا، معاهم احنا جينا نفس الوضع تقريبا. انا فرصه هيك حوالي الخيمه. طيب بسبب عشان المطر ما يفوت، لانه فات الحمد لله وعبانا الدنيا وتلوتت. ما استلمت كرفان للان؟ لا ما قدمت اوراقك على اساس في رئيس شارع وفي على اساس انا بتسلمنا، بس ما موعودين يعني على اساس بس ما شفنا شيء. طبعا ونحن نجول هنا في مخيم الزعتري نشهد عملية تركيب وانزال الكرفانات التي يتم تسليمها للاجئين المستحقين. طبعا ونحن نشهد هذه العملية ينضم معنا هنا تحديدا احد الاشخاص الذين يستلم كرفانه اليوم. مرحبا. عملية تسليم او استلامك للكرفان كيف تتم تحديدا؟ بالبداية يجب ان يكون لديك خيمة. بالبداية إنه يكون عندك خيمة ولك فترة قاعد فيها ومستحق إنك تقعد فعلًا بالقرفانة. تمام. فبيجي رئيس الشارع هون وبيسجل اسمك، برفعه للمهندسين اللي لهم أساس بتسليم القرفانة. وشو الوثائق اللي من المفترض إنك تقدمها حتى تستلم؟ كرت المفوضية والخيمة. فقط كرت المفوضية والخيمة. كرت المفوضية هو فيه له رقم. بس إنه بيخزقوا الرقم تبعه إنك استلمت قرفانة. والعملية بتطول، تأخذ وقت؟ لا ما بتطول. تمام. شكرا جزيلا لك. بكل تأكيد يعني عدد كبير من الكرفانات تم تسليمها حتى اليوم في مخيم الزعتري، نتحدث عن أكثر من 20,000 كرفان تم تسليمها حتى اليوم. العملية مستمرة حتى هذه اللحظة، وبكل تأكيد لا تأخلوا من التأخير للكثيرين، يعني بعض الأشخاص يأخذون وقت في استلام كرفاناتهم. تفضل دعنا نستمع منك. تفضل صديقي، تفضل تعال نحكي معك. تمام. صلي سنة له. تمام. عم تروح لعندهم كلهم حرامي، عم يبيعوا القرفانات هسه بعد ما تمشوا كلهم ينباعوا. هذا شايفين رؤساء الشوارع واللي عم يسلموا كل اي تسليم عم ينباعوا 10 قرفاناتهم. واحنا تعال تفرج، عندي مرضي عامله 4 عمليات بالفرشه واربع اطفال عندي مجدوعين صلي سنهم. دعونا نلقي نظره على الاقل في داخل الخيمه، هي فارغه ما فيها شيء، ما فيها شيء. هذا قلب الخيمه النشفه بس ما زبط، رجعت طافت. وانتوا ساكنين فيها هاي الخيمة الان؟ يعني هون البلد ما فيش زراعة فيها،
يعني احنا الحوارنا زراعه، ما في بيدنا غير مصالح الزراعه، ازرع ومشاريع وكذا. هاوي طيب انا بدي اسمع من ام حسين اذا بتسمح لي. ام حسين، يعني حياتك اليوميه العاديه كيف بتبلش؟ كيف تبدا؟ يعني من اي ناحيه؟ من كل النواحي، يعني متطلبات للبيت بكل تاكيد. احنا مجرد هون اللي قالها خدمه للاولاد، انا مدير بالنا عليهم من راعي ظروفهم، من راعي ظروفهم الصحيه، خاصه بوضع ابني هذا. انا يعني اللي قايمه فيه بساعده وباقي يعني شلون بدي اقول لك، يعني قايم بملتزمات العلاج اللي بتطلبوه مني. امبارح الشتا والعالم كل شوي على المشي، تتكهرب كل شيء، يعني طلع الخيم شلون والدنيا شو نسوي؟ وما في يعني خدمات مضبوطه، ما فيش، ولازم يعني يشدوا بالخدمات شويه حتى الناس يعني ترتاح. الميه هاي اللي بتيجي هاي الشتويه عم بتضر العالم كلها. وضع المخيم كان سيء، بس يعني صار في تحسين، تحسين طبعا بسيط مثل التزفيت، شغلات بسيطه. بالنسبه للكهرباء، الكهرباء عدم، يعني ما في، بتيجي مثلا ساعتين ثلاثه وصار ليومين مقطوع الكهرباء. المي نهائيا يعني مو نظيفه، المي بتطوف علينا بتخنقنا خنق، بتفوت بتبل بالجنابياتنا، ثيابنا، واعينا، اولادنا الصغار بتطوف عليهم يتفارخوا بهالليله. ذول جيراننا اول امبارح حالتنا حاله، طبحوا نشر من قبل الضوء. ليش؟ في مخيم الزعتري تحديدا، نحن في المركز الطبي الشامل التابع لمنظمة العون الصحية هنا في مخيم الزعتري. تفضلي تفضلي يا أختي. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك يا خيي، الله يعطيك العافية. شي من هنا. طبعا تزور الكثير من الحالات لربما الصعبة الكثير من المراكز الصحية المتواجدة هنا في مخيم الزعتري. هذا المركز تحديدا هو أحد المراكز التابعة لمنظمة العون الصحي. هناك العديد من المنظمات، نتحدث أقلها 4 منظمات صحية فاعلة هنا في مخيم الزعتري، وأخرى أيضا في طور الإنشاء لتقديم الخدمات الصحية للاجئين في مخيم الزعتري. هنا التسجيل الاستقبال تحديدا يبدو أنه للمرضى، هنا مكان الانتظار. ويعني نود أن ندخل أو نستعرض أحد الحالات التي تزور المركز الصحي. مرحبا يا أمي، حضرتك إيش طبيعة حالتك اللي بتعالجيها هون؟ اللي بعالجها هون من يوم اللي جت بنتي خلصت على البشير، هاي أول شيء، هاي صورها تقريرها معي. مستشفى البشير هو مستشفى خارج المفرق، هو بعيد تقريبا ساعتين من هون. أنا عمال من هون بأخذ الإحالة. شو الحالة؟ محل ضمور بدماغها. ضمور بدماغ؟ آه. عندي ثنتين بالبيت. أيوة، ووضع من يوم جيت لهون باجي على المغرب ما بيجي دواء، باجي لهون بودوني على برا كمان بعالج برا، برجع لهون ما في غير العلاج هون، برا ما صار لي علاج شيء. والتحويل بتم من داخل المخيم؟ من داخل المخيم، من هون على البشير ربا. الحمد لله، يعني أمور الشباب بخير، ما قصروا معي. شكرا جزيلا لك. هذه هي احدى الحالات، يعني اخذنا بعض المعلومات قبل ان ندخل الى هنا. يتم تحويل فقط عن طريق منظمه العون الصحيه، يتم تحويل الحالات التي لا يمكن علاجها داخل المخيم الى خارج المخيم لتلقي العلاج. بعض الحالات المتقدمه اغلبها يتم تحويلها الى الخارج. سنتعرف اكثر على هذه الحالات وتفاصيلها مع اداره العياده في الداخل. الواقع الصحي في تحسن بشكل كويس، بداء نظرا لبداية المخيم. الأمور الصحية كل فترة عم تتحسن، في خدمات طبية تقدم بشكل مناسب لأكبر شريحة موجودة داخل المخيم. من قبل مين عم تقدم هاي الخدمات؟ تقدم الخدمات الطبية من قبل جمعية العون، حيث أن جمعية العون بتقدم الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى وحدة التحويلات، من خلالها بيقيم الطبيب التحويلات، الحالات الحاجة لتحويل لخارج المخيم إذا كانت خدمتها غير موجودة داخل المخيم. مثل شو أستاذ موجود؟ مثل حالات الولادة، حالات الولادة إذا كانت غير متوفرة داخل المخيم أو ممكن يكون في تعقيدات الولادة، ممكن نحولها لمستشفيات خارج المخيم مثل مستشفى المفرق النسائي والتوليد، يتابعوا هاي الحالة. ومنظمة العون هي الوحيدة التي تقوم بالتحويل؟
نعم، منظمة العون هي المنظمة الوحيدة المخورة لتحويل خارج المخيم بتقديم الخدمات الصحية خارج المخيم. وباقي المنظمات العاملة؟ باقي المنظمات تقوم بالتحويل إلى جمعية العون. يتم تحويل أي مريض بحاجة إلى متابعة طبية لجمعية العون. من خلالها جمعية العون تقيم حالة هذا المريض وتنظر إنه وين ممكن توفر هذه الخدمات تحول حتى يتلقى خدمته خارج المخيم. طيب، وعدد المنظمات العاملة هنا، المستشفيات، العيادات في المخيم؟ هناك عديد من المستشفيات داخل المخيم تقدم الرعاية الصحية، من ضمنهم مستشفى المغربي، العيادات السعودية، أطباء حول العالم، ومستشفى الخدمات الطبية الملكية. أبرز العوائق اللي كانت منذ بداية إنشاء المراكز الصحية والمؤسسات الصحية في المخيم لليوم؟ من أبرز المشاكل اللي كانت تواجهنا هو قلة المراكز الصحية الموجودة داخل المخيم، ولكن اشتغلنا على هذا الموضوع وتم فتح أكثر من عيادة. مثال جمعية العون في صدد فتح مركز طبي شامل جديد خلال شهر راح يكون موجود وتوفر خدماته لأكبر شريحة موجودة داخل. يعني المسافة بعيدة ما بين مخيم الزعتري وما بين المستشفيات التي يتم تحويلها. أيضا يعني العملية قد تكون متعبة جدا ومرهقة، وخصوصا نتحدث عن مريض. المسافة الموجودة أبعد مسافة ممكن تنقل فيها إلى العاصمة عمان تأخذ من مخيم الزعتري لعمان تقريبا ساعة، وكذلك محافظة إربد حيث المستشفيات المركزية موجودة في محافظة إربد تبعد ساعة تقريبا. فأبعد مكان ممكن إنه نحول المريض إليه و يعني باخذ ساعة تقريبا. ويتم علاجه مجانا في الخارج. ويتم علاجه مجانا ومغطى من جمعية العون. جمعية العون تغطي جميع التكاليف الصحية بالإضافة إلى نقل المرضى من الزعتري إلى هل تستقبلون جرحى؟ نعم. كيف يتم التعامل معهم؟ الجرحى اللي يتم استقبالهم يتم تحويلهم إلى مستشفى الضليل التابع لجمعية العون، يقدم الخدمات الصحية لهذه الجرحى حيث تستقر أمورهم. وباقي الحالات التي لربما بحاجة إلى علاج فوري، يعني نتحدث عن يعني حالات بحاجة إلى طوارئ في ساعات متأخرة من الليل. جمعية العون هي جمعية بتوفر عيادة داخل المخيم لمدة 24 ساعة. إحنا على مدار 24 ساعة موفرين خدماتنا، سواء كانت خدمات داخل المخيم أو حتى خارج المخيم. وباقي المنظمات هل لديها هذا النوع من الخدمات؟ لا، بس جمعية العون فقط. جمعية العون هي اللي تقدم خدمات 24 ساعة. ماذا عن مرضى الكلى؟ مرضى الكلى يتم تحويلهم إلى مستشفى الضليل، هناك وحدة كلى خاصة يتم التعامل معهم بشكل دوري. كل مريض له مواعيد محددة يتم علاجه ويتم عملية الغسل بشكل منتظم. هل يقتصر الموضوع على هذه العيادات فقط أم أن هناك عيادات نفسية؟ نتحدث عن عيادات للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. العيادات النفسية خدمة مقدمة من الهيئة الطبية الدولية داخل المخيم، يتم متابعة هذه الحالات عن طريق الهيئة الطبية، لهم فرع موجود داخل عيادتنا، بالإضافة للهاندي كاب اللي بتقدم خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين، ممكن توفر لهم كراسي متحركة أو عكاكيز وإلى ذلك من الخدمات ممكن توفر. مجانا. جميع الخدمات الطبية داخل المخيم الزعتري هي خدمات طبية مجانا. يعني وضعنا تعبان بشكل تعبان، وجسمي تعبان زي ما في لا في حيل ولا سخان. يعني بقول لي بصراحة أقعد حالي تعبان جيدا يعني. منه أولادي زعل، أولادي زعلان عليهم، ما بقدر أتحرك يعني إلا بدي ناس يعني شبه شلل تقريبا، ولي كرسي هناك حتى بطلب كرسي أحدث خربان مؤلي والله كرسي هاي تبع الشلل. وب شو اسمه لا طعام لا شيء، معدتي واقفة، المثاني الحوض ما بقدرش أمشي. هذا نقيب دكتور الأردني، نقيب الله يجزيه خير، كتب لي التقرير هذا إنه قطعك بالمخ، مرض بالدماغ. وهاي إجيها حاجة وشلون بدي أسوي؟ ومعي سكري، هذا بجيبه من العود، سكري بجيبه من العود أعطوني إياه. 75% من السوريين اللي في الأردن بتلقوا خدمات صحية مقنعة ومرضية لهم، وهي أعلى نسبة من المحاور الخدمات اللي ممكن تتقدم ضمن مظلة الحماية للاجئين في أي دولة بالعالم.
وإضافة إلى الحالات المرضية يقبع في المخيم ككل المدن والبلدات التي يسكن فيها مئات الآلاف ذوو احتياجات خاصة، وأولئك الذين يعانون من إعاقات وأمراض مستعصية. هؤلاء يواجهون نظاماً صحياً مثقلاً أصلاً باحتياجات مدينة كاملة ظهرت ونمت في غضون سنة ونصف فقط. منهم من هو مصاب بأمراض مزمنة، ومنهم من أصيب في الحرب، ومنهم من يعاني من صدمات نفسية إثر ما رأوا من ويلات في أسوأ حروب زمننا المعاصر. الكثير من الحالات يتم علاجها هنا في مخيم الزعتري، ولكن هناك حالات بحاجة إلى عناية خاصة يتم تحويلها إلى الخارج وتتم متابعتها من قبل المنظمات الصحية العاملة هنا. رصدنا إحداها، والآن هناك زيارة متابعة من قبل المنظمة التي تشرف على علاجه. حسين، إيش حالتك بالضبط؟ ليش أنت مصاب؟ غش ضرب غوص طلقة نارية. وحالتك الآن، أنت قادر على الحركة؟ هسه لا. ما بتشتغل؟ ما أقدرش. ما أقدرش إذا هاي ضايقش. ما أقدرش أمشي. لا. طيب علاجك تم داخل المخيم ولا خارج المخيم؟ كنت جوا بالأردن، بعدين رجعت له. والعملية مستمرة، عم بتابعوك بالمخيم؟ مظبوط. عملية العلاج؟ مظبوط. تشعر بتحسن؟ الحمد لله. طيب سلامتك حسين. في هذه الزيارة طبعا هناك الفريق الميداني الذي يتابع حالة حسين المصاب بطلق ناري. يعني تحدث حسين وقال بأن الحالة في تحسن. أود أن أستمع منك خالد، أنت الممرض المسؤول على متابعة حالة خالد. حدثنا قليلا عن حالة حسين بالبداية، ومن ثم حدثني كيف يتم تحويله إلى الخارج. يعني حسين واحدة من الحالات اللي احنا قاعدين نتعامل معها ونحولها لخارج المخيم. حالة حسين هو مصاب بعيار ناري بالرأس، تم تحويله على مستشفى الجامعة الأردنية. طبعا احنا تابعين فوضية السامية لشؤون اللاجئين، كله تحت رعاية الفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتم أخذ العلاج وعملوا له عمليات متعددة في مستشفى الجامعة الأردنية. ويعود إلى المخيم. ويرجع على المخيم، وحتى بالمراجعات كل فترة، لأنه إصابته شوي حساسة على مستوى الرأس، كل مرة قاعد بتحول ننقله مراجعاته لمستشفى الجامعة. وتقوموا بزيارته في داخل المخيم. عدد الحالات يعني شبيهة بحالة حسين بالمخيم خالد؟ في والله في يعني عدة حالات قاعدة تتحول ضمن إصابات حرب. إصابات حرب قاعدة نتعامل معهم من بعض مستشفى ضليل، مستشفى ضليل خاص. في حتى الحالات المزمنة أمراض القلب أو أي حال بشكل عام. ما عاد في مجال. شوف هالمشلول هذا، ها شايفينه هالمشلول؟ يعني وين بده قاعد هالمشلول هذا؟ وضعه سيء، واخذناه على عدة دكاترة، طلبوا صورة، والصورة بدهم ماديات كثيرة، طلبوا 800 دينار، 900 دينار، ومنهن فرنك سوري ما معنا. أنا عندي ثنتين، ها هن وضحن بعيونهن ما بيشوفن. تقوم المؤسسات الصحية هنا في المخيم، تحديدا مخيم الزعتري، بالعناية باللاجئين المصابين بالكثير من الأمراض، ولكن هناك حاجة أيضا إلى مستشفيات متخصصة للعناية بحالات معينة. التقينا أحدها هنا في مخيم الزعتري. صباح الخير، حدثنا بداية تحديدا إيش صار معك، سبب الإصابة؟ والله طلعنا احنا الشباب أحد المعارك وتصوبت في منطقة المحافظة القنيطرة. وكم سنة صار لك بالمخيم؟ صار لي 7-8 شهور. وبتتعالج داخل المخيم؟ داخل وخارج المخيم. ايش الفرق ما بين الداخل والخارج؟ في الخارج يبقى العناية اكثر.
في خارج المخيمات، يبقى لنا اكثر من داخل المخيم. داخل المخيم ما في مؤسسه اسعافات اوليه يعني حاضريه، حالتك خطيره يحولوك لبرا، ما ضمن يعني في تعاون ما بين برا وجوه تنسيق يعني الحمد لله ماشي الحال. معظم الموجودين في الزعتري أطفال ومسنون، وهما المجموعتان الأكثر تضرراً من الحروب أينما كانت، وبذلك يشهد المخيم يومياً حالات ولادة ووفاة يفتح الإنسان عيناه أو يغمضهما فيها بعيداً عن وطنه، يسجل أو يدفن على تراب لم تطأه قدماه إلا من أشهر قليلة. في الأردن يمنح اللاجئون السوريون شهادات ولادة ووفاة، وإن كان لا يخفف من وطأة المفارقة إلا أنه أكثر مما يرنو إليه لاجئون دون وثائق في دول أخرى. الدولة الأردنية بالنسبة للولادات نقلت وحدة متخصصة من الأحوال المدنية الأردنية، وإحنا وزارة الصحة وفرت لنا كل حالات الولادة تبليغ واقعة ولادة رسمية، وبحصلوا عليها الأهل وبروح على الأحوال المدنية والجوازات اللي موجودة داخل المخيم الزعتري، وبستصدر شهادة ولادة قانونية للمولود اللي بولد داخل الزعتري كحالة مخيم. وخارج المخيم كل الإخوة السوريين اللي انولد لهم أطفال بتم تبليغ من خلال تبليغ الولادة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية، وبحصل على شهادة ولادة رسمية صادرة على الأحوال المدنية كمواطن سوري، معاملة بالمثل مع كل الجنسيات الموجودة داخل الأراضي الأردنية. حالات الوفاة يتم تبليغ واقعة الوفاة حسب الأصول، وتولى الطب الشرعي في الأردن على كل المستويات من داخل الزعتري أو من خارج المخيم الحصول على تشريح قانوني رسمي من حق أي مريض متوفى يحصل عليه أهله أو ولي أمره، وبصدر شهادة واقعة وفاة وتم الدفن حسب الأصول المعمول فيها بالأردن وسوريا. قضية التعليم هي من أكثر الملفات الشائكة في الزعتري بل وفي مخيمات وتجمعات اللاجئين ككل، فالمدارس الحكومية مكتظة والخاصة بعيدة عن متناول يد اللاجئين، زد على ذلك أن كثيرا من الأطفال اللاجئين يعيلون أسرهم والتعليم بالنسبة لهم رفاهية لا حق. نحن هنا في مخيم الزعتري نتحدث عن 50% من اللاجئين المتواجدين هنا هم من الأطفال، عدد كبير، نسبة كبيرة تزيد عن 70% بحسب المنظمات الإنسانية العاملة هنا تقول بأنهم لا يذهبون إلى المدارس، لا يذهبون لتلقي التعليم. هناك نقص، هناك قصور أيضا في التمويل المتعلق في التعليم تحديدا هنا في مخيم الزعتري، ولكن أحلام الأطفال ليس فيها قصور. أودت أن أستعرض بعض من أحلامهم. مرحبا. بديتوا المدرسة ولا لسه ما بديتوا المدرسة؟ طيب إيش أول حصة عندكم؟ رياضة. رياضة. تحبوا الرياضة أكثر من ال علوم؟ ليش بتحب العلوم؟ علوم بطلع أستاذ. أستاذ إيش؟ علوم. ليش بتحب تطلع أستاذ علوم؟ لأن بدي أطلع أستاذ جيش حر. طيب. في سبيل الله. مين حاب يطلع مهندس؟ أنا. ليش بدك تطلع مهندس؟ ولا بطيخ. أحب أطلع مهندس. طيب أنت إيش عم تقرأ محمد؟ إيش عم تقرأ؟ أنا قاعد أكتب. عم تكتب، شو عم تكتب؟ عربي. بتحب العربي؟ طيب المدرسة، كنت بالمدرسة هناك بسوريا قبل ما تيجي هون على المخيم؟ نص سنة. نص سنة. ولما جيت هون كملت المدرسة؟ كملت المدرسة. طيب
معنا يعني لربما أعمار مختلفة هنا من الأطفال، نتحدث تحديدا هنا في مدرسة اليونيسف المتواجدون فيها هنا، هناك عدة فترات يقسم فيها التعليم، صباحا للصبية ومساء للفتيات. لربما يعني أيضا نتحدث أكثر عن أحلام يتحدثون عنها الأطفال هنا في مخيم الزعتري، لا تتعلق فقط بالتعليم، لربما لا تخلو أيضا من لربما إفراغ عما يتواجد في داخلهم. طيب الآن هو الطابور بالمدرسة مظبوط؟ طيب يلا يلا نروح على الطابور يلا. أستاذ هنا شاغبة بالدروس وما بعطوناش دروس، عمر بعطونا بسكوت مو ظابط مع ضيو شعر هيك أي أستاذ سياسة طيب. لمونا دفعت الكتب وعطونا مليحة جويدة بس هي جويدة نفس القراية السورية، أما هاي الخاص اللي بيها منروح مبارح رحت ولا عطونا ولا درس، ضلينا قاعدين لا من ضمن ساكتين لا من هاي بعطونا درس، أما أن حكينا كلمة مع رفيقاتنا هيك قال بطلعونا لبرا من ضمن واقفين برا ساعة. في بعض الشباب في مخيم الزعتري يحبوا مثلا يروحوا على المدارس، البعض منهم احنا في عندنا هون تابعين لمركز انقاذ الطفل سيف ذا تشيلدرن، اي عندنا تعليم لا منهجي نعلم الطلاب المتسربين المدارس تمام، ففي منهم بيداوموا معنا من الساعه 9 الصبح بيضل الساعه 11 فترات معينه ولا مختلطه المدارس؟ لا بس شباب في ماكله البنات لحال شلون الساعه 12 بيلتحقوا المدارس يعني طيب، فبحبوا يحضروا عندنا بالماك بماك الشباب على حبيبي ايوه بنمارس المهارات، في عندنا ملعب طيب قدم وفي عندنا طائره وفي عندنا شو رايك نسمع من من الاطفال؟ انتوا ايش حصصكم اللي بتحبوها بالبدايه؟ عربي عربي. في حدا حاب يطلع زي الاستاذ زاهر؟ نعم. ليش حاب تطلع استاذ عربي؟ من استاذ بس حاب تطلع استاذ، ما في حدا حاب يعني حابين نتعلم حابين نتعلم تمام. كنتوا تدرسوا بسوريا قبل ما تيجوا هون؟ نعم. وخلصتوا الدراسه ووقفتوها واجيتوا لهون؟ نعم. شو الفرق ما بين الدراسه بسوريا وهون؟ هنا في قصف، واحد يرفع ايده تفضل. هناك في قصف ويعني ما بنقدرش نقرا سوري يعني مستحيل، وهون بالمخيم الاردن اساس نقرا وهاي قاعدين نقرا وما شاء الله. وايش حاب تطلع انت بس تخلص قرايه؟ استاذ عربي. اما طلاب الجامعات فالسواد الأعظم منهم منقطعون عن مقاعدها، التعليم المجاني لا مكان له هنا. لاجئ السوري مثل هالجيل يعني إذا بدها تطلع الجيل والأولاد هاي، ونحن أنا طالب جامعة يعني راح ما في صلت 3 سنين قاعد أدرس، الجيل تدمر يعني الأولاد هاي. لكن السوريين في الأردن أكثر بكثير من المحصورين في مخيم الزعتري، فهم منتشرون في جميع المحافظات الأردنية، منهم من يستضيفه أحد معارفه، ومنهم من هو قادر على إيجاد مكان للمعيشة وفرصة عمل، منهم من جاء قبل سنة ومنهم قبل أسبوع، لكن نظرة هذا وذاك واحدة. نحن كنا عايشين بسوريا يعني صارت الأحداث بدايتها، ظلينا عادين نشتغل ونقعد نشتغل ونقعد، فجأة هيك طورت الأحداث أكثر من هيك، صرنا ننتقل من منطقة لمنطقة، يعني المنطقة اللي ما فيها شيء روح عليها رد يصير فيها رد كمان ننطق على غير منطقة، من البداية ما عضل ولا منطقة آمنة، يعني بقى اضطرينا أنه نطلع نسافر يعني نهج، أنا خوفة على الأولاد خوفة على العائلة، ما أضل مدارس ما أضل شيء تعليم، يعني بحبينا نسافر، يعني بدنا نسافر ما معنا حاجة جوازات سفر، اضطرينا إنه نطلع على الأردن، الأردن إنه قريب علينا، وطلعنا على الأردن فتنا على الأردن يعني اختلف العيشة معنا، اختلفت الوضع كله معنا، إنه كنا عايشين ببيوت عايشين وكذا، ما حدا هون بنعرف حدا ولا حدا بيعرفنا، بقى اضطرينا نشتغل ونتعب مشان نحسن نستأجر بيت، تعذبنا كثير يعني مثل ما وصلنا تعذبنا كثير، وهلا بنشتغل فترة ناخذ بيت بصير ما في شغل بنرد نروح بندور على شغل، على هلا معيشة يعني عايشين نحن، بقى الوضع كل ما على أسوأ بسوريا، يعني كل شيء بسوريا بنقعد نحكي معهم بتمنى كلهم شيء بسوريا يقعدوا يسافروا،
خوفة يعني إنه قاعدين ما قاعدين بأمان، عليهم خطر كتير، لا في مدارس، لا في أكل عنده، لا في شرب، يعني معيشة كتير صعبة صايرة. نحن الحمد لله عايشين هون يعني بأمان الحمد لله، وبلد يعني كويسة الحمد لله، ومعاملتهم معنا كويسة يعني. يعني نحن الحمد لله عايشين بألف نعمة حسب غيرنا. أنا بالمخيمات صراحة ما فيني أعيش، لأنه يعني يعني عيشة المخيمات صعبة شوي يعني. يعني أنا ماني متعودة أعيش بالمخيمات، لأني كنت عايشة بسوريا. شيء تاني إجي لهون على المخيمات يعني بدي أتعذب كتير. يعني ممكن أطلع من الزعتري وما أحسن عيش، بقى دغري طلعت من جيتي دغري طلعنا من الزعتري. أنا كل اللي بعرفه أن أصحابي وصحباتي كلهم طلعوا لهني، لا يعني نسحوا كل يعطوا، ما بعرف وين. توحد أحمد وازدهار وابنتها فاطمة ومئات الآلاف غيرهم أمنية العودة. بتمنى أنه السلام يعم بسوريا ونرجع بلادنا كلياتنا. بتمنى أنه يرجع لبيتنا ونصير قدام بعضنا أنا وصحاباتي كله. والله المستقبل يعني نحن أمننا بالله تعالى يعني إن شاء الله نرجع، بس الله أعلم أنت. عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية، وفي عندنا أيضا تخوف من ضعف اهتمام المانح بدعم الملف الإنساني السوري. وبصراحة الدعم العربي بالفترة اللي فاتت كان كثير مهم، نتمنى أنه يستمر الدعم العربي والدعم الأوروبي والأمريكي من خلال الأمم المتحدة. هنالك شعور عام بالإحباط من العين السورية وعدم وضوح رؤية على الأقل، وبالتالي أصبحوا الآن يبحثوا عن الحصول على وظائف، لأنه كمان هم عندهم تخوف أنه ينتج جيل كامل من السوريين المعتمد على المساعدة، وهذه بتنافى مع طبيعة السوري اللي هو عنده القدرة والخبرة والمهارة أنه يشتغل ويقدم في المجتمع اللي بيعيش فيه، وعلى الأقل يوفر كفافة يومه اللي عايش كريم بالنسبة له. من اللاجئين من وجد في الزعتري مستقبله، فقام بإنشاء محل صغير أو بدأ بالعمل لدى إحدى المحال التجارية هناك، محال بلغ عددها 3000 تنتشر في كافة أرجاء المخيم. تعمل السلطات الآن على إزالة العشوائي منها وتنظيمها حفاظاً على سلامة اللاجئين. بعد 3 سنوات من اللجوء لم يجد السوريون أمامهم خياراً سوى التأقلم داخل أسوار مخيماتهم. قاموا ببناء كل شيء كما شاهدنا، كل شيء يغنيهم عما هو خارج أسوار المخيمات. نتحدث عن مدن صغيرة بدأت بأعداد قليلة لتكبر وتنمو، وتنمو معها مخاوفها، وأهم هذه المخاوف هو نسيانها.